إيبار هويسكا الدور الإسباني الدرجة الأولى الجولة 25 وين شاهدنا كيفاش المباراة وين الأهداف كانوا في 10 دقائق الأخيرة يعني وين شاهدنا كانت المباراة تميل للتعادل السلبي لكن شاهدنا كيفاش 10 دقائق الأخيرة كل شيء انقلب وين شاهدنا كيفاش ساندرو من جانب هويسكا وين سجل الهدف الأول في الدقيقة 81 بابا كولي ديوب وين دقيقتين وين عدل النتيجه لصالح ايبار يعني وين نقولوا بلي كانت المباراه مباراه يعني كانت متكافئه 51% 49% ويسكا 51% ايبار 328 269 تمريرات يعني ما بين الفريقين وين نقولوا بلي كل مدرب شاننا كيفاش كل مدرب وين ويسكا وين ايبار وين دخل ب 4-4-2 شاننا كيفاش المدرب ويسكا اللي دخل ب 3-4-3 يعني كل مدرب وكانت عنده النظره تاعو كل مدرب يعني شاننا كيفاش رودريغيز في الحارس تاع ايبار وهويسكا الفارو اللي لعبوا دور كبير في هذا المباراه شاهدنا كيفاش باولو من جانب ايبار في الدفاع بيدرو خوسي انخيل بيدرو ليون سانجيز في وسط الميدان بابا كولي مسجل هدف التعادل في الدقيقه 83 ادواردو شاهدنا كيفاش اليخاندرو بارلين شاهدنا كيفاش اريكي غارسيا كيكي يعني وين نقولوا بلي كانت شاهدنا ويسكا الفارو فرنانديز في الحراسه اللي لعب دور كبير شاهدنا كيفاش ديميتريس في الدفاع باولو الينسون شنا باولو كذلك خافي دافيد شنا اندرسون خيمي سوني داني رافال يعني نقولوا بلي بيدرو لوبيز مايكل شاهدنا كيفاش ساندرو يعني نقولوا بلي اللاعب اللي دخل ساندرو اللي دخل احتياطي وين كان عنده الحل وين سجل الهدف دخل في الدقيقة 73 وسجل الهدف في الدقيقة 81 شان تعادل من جانب ايبار يعني هذه هي المباراة وين الجولة 25 ايبار هدف هويسكا هدف الدور الاسباني الدرجة الأولى.